نحن النقابيين، نحن الجهاد. نبارك لسكان عين صالح ترقية الولاية المنتدبة إلى ولاية كاملة الصلاحية. الشيء الذي يؤسف له والشيء الذي يندد به من كل الجزائريين هو هذه الشحنة، هذا التدخل السافر الذي أبدى به الاتحاد الأوروبي. جينا اليوم إن شاء الله باش نقولوا بلي عين صالح راح تقول كلمتها بأنها مع الانتخابات الوطنية إن شاء الله الرئاسية يوم 12 ديسمبر، وأيضا بأنها مساندة لقرارات الجيش وأنها واقفة مع الجيش لأن الجزائر تحتاجنا جميعا في هذا الظرف. ضد قرار البرلمان الأوروبي وفعل الجمهور وهذا المواطن تاع عين صالح راهم ضد شادي وجاو باش يوروا بلي راهم في الخط تاع الشعب الجزائري. الوقفة العمالية هذه جاءت رد على التدخل الأوروبي في الشؤون الجزائرية على مستوى ولاية عين صالح، ونعتبر ما يجري في الجزائر قضية جزائرية بامتياز، وندعو الشعب الجزائري إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن رأيه بكل شفافية وديمقراطية من أجل انتخاب رئيس للجزائر.